يقول هناك مقولة حطها برقبة عالم أو برأس عالم وطلع منها، هي صحيحة وغير صحيحة. يعني صحيحة أنك لما سألت عالما قد وقفت مع قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر، حطها برأس عالم وطلع منها سالم صح. لكن إذا كان حطها برأس عالم تدور لك عالم يعني يونسك، يعني عارف شلون، يعني أنت عايز إيه؟ شو اللي تبي؟ بس قول تدلل. كما قال كان شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه يقول العلماء ثلاثة: عالم سلطة، وعالم أمة، وعالم ملة. يقول عالم السلطة هو الذي يفتي بما يشتهيه الحاكم، يرجع للحاكم الذي يريده الحاكم يفتيه، هذا يسمونه عالم سلطة. وعالم أمة ما يطلبه المستمعون، المهم أن الناس تحبه، يفتيهم بالخفيف باللي يريحهم ونس الناس طيب خاطرهم، هذا عالم أمة، ويصير له صيت ويحبون الناس وكذا لأن عالم أمة. وهناك عالم ملة، وهو الذي يفتي بما يعتقد أنه حق ويخاف الله في فتياه. فالناس ثلاثة، فحطها برأس عالم مطلع منها سالم صحيحة، من باب إذا الإنسان اتقى الله سبحانه وقصد العالم الذي يثق بعلمه فسأله وأفتاه. وإذا كان يتشهى حطها برأس عالم مطلع منها سالم، يدري أن هذا العالم يفتي بغير الحق أو أنه متساهل أو كذا، لا، هذا متبع لهواه ولا يجوز. سم